أتعرف وقت إبادة عيون الصخور؟ الوعل ده حيوان زي الماعز البري شديد، ويعيش في الأماكن الصخرية اللي بعيدة جدا عن الإنسان. أو تلاحظ مخاض الأوائل، أنت تعرف إزاي الحيوانات دي اللي عايشة بمعزل كلية عن الإنسان بتولد وبتتماثل ومستمرة؟ أتحسب الشهور التي تكملها أو تعلم ميقات ولادتهن؟ عندك علم ومعرفة للحاجات دي؟ الله يهتم بيها حتى وهي بعيدة عن منظر الإنسان أو نظر الإنسان. يبركن ويضيعن أولادهن، ربنا هو اللي بيولدهم وبنحدد شهور الحمل بتاعتهم. يدفعن أوجاعهن، تبلغ أولادهن، تربو في البرية، تخرج ولا تعود إليهن. حتى الوعول والأوائل دي بعد ما تولد بتسيب الأولاد بتاعتها، لكن أولادها مستمرة وما انقرضتش الوعول وما انقرضتش الأوائل، برغم ان مفيش انسان بيعتني بيها ومفيش انسان يقدر يفهمها، لكن الله هو اللي بيعتني بيها وبيحافظ عليها. من فرح الفرى حرا، فرى اللي هو حيوان الحمار الوحشي اللي هو مخطط ده، مين اللي فرحه حر؟ حمار الوحشي عكس الحمار العادي. الحمار العادي ده تلاقوه أليف كده وحيوان داجن وممكن الإنسان يشغله ويسخره ويستغله، لكن الحمار الوحشي لا، عنيف محدش يقدر يخدعه أو يسيطر عليه. من فك ربط حمار الوحش الذي جعلت البرية بيته، لما تقدرش تحطه في بيت بيطلع في الأماكن المفتوحة ومحدش يقدر يتحكم فيه ويسيطر عليه. والسباخ مسكنه اللي هي الأماكن المملحة، يضحك على جمهور القرية، حمار الوحش ده يضحك على الناس، لا يسمع ضجر السائق، محدش يقدر يشكط فيه او يسوقه او يسيطر عليه. انت تقدر توجده وتقدر تسيطر عليه يا انسان او يا ايوب. دائرة الجبال مرعاه وعلى كل خضرة يفتش، يعيش في الجبل ويقعد يدور على كل عشب اخضر ويأكل نفسه. مين اللي بيرعى هذا الحمار الوحشي؟ أرضى الثور الوحشي أن يخدمك أن يبيت عند معرفتك؟ الثور العادي ده حيوان داجن يقدر الإنسان يستأنسه ويأكله ويشربه، فالطور يخدمه يحرث له ويشله ويجر له، لكن الثور الوحشي ده محدش يقدر يستأنسه محدش يقدر عليه. أن يخدمك أن يبيت عند معرفك، يقعد جنب الأكل اللي أنت بتحطه له، لا ده الطير الوحش ده متمرد. أتربط طير الوحش برباطه في التلم أم يمهد الأودية وراءك؟ يعني يحرس لك الأرض، ما تقدرش تربطه، ما تقدرش تسيطر عليه. أتثق به لأن قوته عظيمة؟ قوته العظيمة دي تقدر تثق فيها أنها تخدمك؟ او تترك له تعبك؟ اتأتمنه انه يأتي بذرعك ويجمع الى بيدرك؟ تلك القوات الجبارة والحيوانات الجبارة تقدر ان انت تخدعها ليك. وبعدين ربنا يقول له خد شوف جناح النعامة، جناح النعامة يرفرف. تعرفين النعامة مشهورة بالريش بتاعها. افهو منكب رؤوف ام ريش؟ لانها تطرق. انت عارفين على فكرة عندنا فكرة غلط عن النعامة، احنا تبالي النعامة بيبقى في الكنيسة ايه البيضة بتاعتها بنحلقها قدام الهيكل، لان بيقولوا ان النعامة تفضل بصة للبيضة لحد ما تفقس. هي ان سفر ايه بيكلمنا عن حاجة عكس كده خالص. بتعمل ايه في البيض بتاعها؟ انها تطرق بيضها وتحنيه في التراب، بعد ما تحط البيض تروح مخبياه في التراب، وتنسى ان الرجل تضغطه او حيوان البر يبوسه، تخبيه في التراب لان ما عندهاش حكمة، فاي رجل ماشي يبوس عليه ايه تكسره. وممكن تبقى واقفة وبصاله، واقفة وبصاله
لكن خبته فين؟ في التراب. ربنا ما ادهاش حكمة، لكن بالرغم انه ما اعطاهاش حكمة الا ان النعامة ما زالت موجودة والنعامة ما انقرضتش. شوف المعنى الحلو، ما ساعات الانسان يقول الحكمة اللي ربنا اداها للحيوان هي اللي بتخليه مستمر، لا ده بالرغم ان ربنا ما ادهاش حكمة الا انها ما زالت مستمرة وما زالت موجودة، لكن مين اللي بيعتني بيها؟ الله، عشان محدش يقول ان ربنا ايه ظلمني. تقسو على اولادها كأنها ليست لها، ده ممكن بعد ما تولدهم تسيبهم كأنها ما تعرفهمش. باطل تعبها بلا اسف، بعد ما ولدتهم، بعد ما حطت البيضة وفضلت متابعاها وبصلها، وبعد ما طلعوا ولا تعبرهم كأنها مش بتاعتهم او كأنها مش ندمانة على التعب او زعلانة على التعب واسفانة على التعب اللي هي تعبته فيهم، كأنهم مش بتاعتهم خالص. لكن مع هذا الله يحفظهم ويرعاهم، لان الله قد انساها الحكمة، لم يقسم لها فهما. ربنا ما ادهاش حكمة وفهم، لكن مع هذا الله بيحافظ عليها وبيرعاها. عندما تحوز نفسها الى العلا، تعرفين ان النعامة ما بتعرفش تطير برغم ان ليها جناحات، لكن جناحاتها صغيرة فما تقدرش تشيل جسمها الايه الكبير، لكن الجناحات بتاعتها بتساعدها انها تجري بسرعة، لدرجة انهم قدروا سرعة جريها 26 ميل. عندما تحوز نفسها الى العلا تضحك على الفرس وعلى راكبه، لكن لما تطلق فقيها للريح تسبق الحصان وتضحك على الحصان واللي راكب الايه الحصان. اذن الله بيعطي كل شيء نصيب معين من عنده. هل انت تعطي الفرس قوته؟ لاحظوا لحد دلوقتي كل الحاجات اللي ذكرها غير مستأنسة، الانسان ما يقدرش يسيطر عليها، ده حتى الحصان اللي الانسان بيسيطر عليه شوفوا ربنا بيعمل فيه ايه. هل انت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه عرفا، اللي هي شوية الشعر اللي بيبقوا على الرقبة بتاعته، تعرفين انه ممكن الفارس يمسك الشعر ده هو ويقود الحصان بيه. اتوثده كجرادة، تعرفين الجرادة بتقفز فانت تقدر تخليه يقفز زي الجرادة. نفخ منخره مرعب لما يثقل الجواد، وتبحث في الوادي وينفذ ببأس، يخرج للقاء الاسلحة. الحصان ده ليه مزاج انه يحارب ويخش في الحروب، يضحك على الخوف، ما يخافش من صوت الرماح والسيوف، يضحك على الايه على الخوف، هو مهيئ للحرب. ولا يرتاع ولا يرجع عن السيف، عليه تصل السهام وسنان الرمح والمدراك، وفي وجده وذجره يلتهم الارض. لما يدب الارض بحوافره كده ويجري كأنه بياكل الارض اكل، يلتهم الارض ولا يؤمن انه صوت البوق، ومن شدة فرحه بالحرب كأنه مش مصدق ان في بوق بتاع الحرب. عند نفخ البوق يقول هه، يعني يفرح، ومن بعيد يستروح القتال، يستروح القتال صياح القياد والهتاف. مين اللي ادى تلك القوة للحصان؟ تقدر انت تجد فيه هذه القوة؟ من فهمة يستقل العقاب، العقاب اللي هي النسر، مفصلة النسر والصائر، وينشر جناحيه نحو الجنوب. تعرفين ان في الاماكن الباردة لما يبقى فيه تلج تقوم تهاجر الطيور نحو الجنوب نحو الدفا، لان الشمال برد والجنوب دفا. مين اللي بيحركها بهذه الغريزة؟ مين اللي اوجد الغريزة فيها؟ تقدر انت تحط فيها الغريزة دي يا ايوب؟ او بامرك يحلق النسر ويعلي وكره، تقدر تخلي النسر، تعطين النسر تملي يحلق، يعني يدور في حلقة مستديرة، يعني حتى النسر لما يبتدي يرتفع ما بيطلعش كده بيلف،
بواير بواير. الصخر يبيت على سن الصخر، يسكن الصخر ويبيت على سن الصخر، صخر المدبب والمعتل. من هناك يتحسس قوته، تبصره عيناه من بعيد. تعرفين ان النسر نظره حاد جدا، فيبصر من بعيد الفريسة بتاعته ينقض عليه. عشان كده كانوا بيشبهوا تملي يوحنا بالنسر، لان يوحنا اللي قدر يشوف الامور البعيدة، يقدر يشوف الايه اللاهوت وسفر الرؤيا في السماء. فراخه تحت الدم، والنسر ده من الحيوانات اللي تحب الدم اوي. وحيثما تكون القتلى فهناك هو، والمسيح قال نفس الكلمة، حيثما تكون البثة هناك تجتمع الايه النسور. عنده ميل شديد ان هو يأكل ويفترس تلك البثث. مين اللي اوجد الخليقة دي كلها؟ هل تستطيع يا ايوب ان انت تعمل كده وتسيطر على اللي انت بتعمله؟